السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للسادس من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم ناصر بن حمد أمينا عاما للدفاع الأعلى وإنشاء جهاز للأمن الاستراتيجي، جهود أمنية تنقذ البحارة الثلاثة في عرض البحر. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم وزير الخارجية: البحرين ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته بكل شفافية. وزير الخارجية البريطاني يشكر البحرين لما يلقاه البريطانيون من رعاية في ظل فيروس كورونا. قطار الخليج ينطلق في 2023 بكلفة 15 مليار دولار. ومع عناوين صحيفة الأيام: الصحة، الإعلان عن الشواغر التدريبية التخصصية للأطباء، ضوابط صحية جديدة للشواطئ الخاصة. وإلى صحيفة الوطن والتي بينت: مملكة البحرين أول دولة عربية تقدم مساعدات في جائحة فيروس كورونا. إلى أهم وأبرز ما جاء في الصحف المحلية حول فيروس كورونا كوفيد-19، حيث تناول صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أصدرت قراراً بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت التي تحتوي على شواطئ لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. تضمنت استخدام لافتات مرئية تشير إلى الحد الأقصى للمجموعات وهي 5 أشخاص والحفاظ على مسافة 2 متر بينهم. نقل صحيفة الوطن أن ندوة القانون الإنساني الدولي في زمن كوفيد-19 والتي شاركت فيها جمعية الهلال الأحمر البحريني كشفت أن مملكة البحرين كانت أول دولة عربية تستجيب لتقديم المساعدات في جائحة فيروس كورونا منذ البداية، وقدمت الجمعية المساعدات لأكثر من 37 دولة حول العالم. كورونا في بلدية المحرق، عنوان مقال نشر للكاتب محميد المحميد في صحيفة أخبار الخليج، وقال فيه ما يلي: رب ضارة نافعة ومصائب قوم عند قوم فوائد، ولولا المحن لما كشفت المعادن، وعند الأزمات تعرف الحقائق في الشدائد تنضبط المواقف. وهذا بالضبط ما وجدناه جميعا في التعامل المؤسسي البحريني مع جائحة كورونا، فكما أن كورونا كشف لنا صور التضحيات وقصص النجاحات ونماذج وأمثلة لتجاوز التحديات، فكذلك كشف لنا أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا في الهيكل الإداري وفي نهج العمل. اليوم نحن أمام تجربة جديدة في بلدية المحرق التي أعلنت عن إغلاق المبنى إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وتحويل كافة الأعمال والإجراءات والمعاملات إلى التعامل الإلكتروني والاتصال عن بعد، وهي تجربة تقدم نموذجا شاملا للتحول في العمل البلدي إلى العمل الإلكتروني. أتمنى من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن يضاعفا الجهد والدعم والمساندة لإنجاح تجربة إتمام كافة أعمال بلدية المحرق إلكترونيا، ودراسة الإيجابيات والسلبيات والملاحظات والمقترحات وتقديمها كنموذج إلى جميع مؤسسات الدولة. تجربة بلدية المحرق تستحق الاهتمام والعناية والدعم والمساندة من أجل النجاح، لربما كانت تجربة تستوجب أن يتم تعميمها بعد ذلك على العديد من مؤسسات الدولة، وكما قيل رب ضارة نافعة.
هذا ونشر صحيفة الوطن صورة لأصغر متطوع في مملكة البحرين خلال جائحة فيروس كورونا، وهو يعقوب يوسف بهزاد البالغ من العمر 11 عاما، وشارك في أكثر من 19 عملية تعقيم في مختلف مناطق المملكة. وإلى الأخبار المختلفة لهذا الصباح، حيث نشر صحيفة الأيام أن وزارة الصحة قالت إنها بدأت في شهر يونيو الماضي باستقبال طلبات خريجي الطب لبرنامج الامتياز، وبدأت الإعلان عن الشواغر التدريبية التخصصية للأطباء للعام الأكاديمي 2020 بحسب خطة عمل مدروسة ومجدولة. تحت شعار صيف آمن بلا حوادث، بيّن صحيفة البلاد أن مدير إدارة الثقافة المرورية صلاح شهاب أكد على استمرار تنظيم مبادرة شكرا، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتكريم السائقين الملتزمين بالأنظمة والقواعد المرورية. خط الكاتب حسين التتان مقالا في صحيفة الوطن، والذي جاء بعنوان الأندية الشركات ورؤية ناصر بن حمد، فإلى سطور هذا المقال. جاءت رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتغيير مسار الأندية الرياضية بشكل كلي ومختلف، حيث على الأندية أن تنتقل من كونها أندية عادية تمارس بعض الأنشطة الرياضية لتتحول إلى شركات تجارية واستثمارية رائدة في ظل الرياضة الاحترافية وصناعة الاحتراف الرياضي في البحرين كخطوة استباقية. فلا خيار أمامنا سوى أن تتحول الأندية إلى شركات تجارية كما هو الحاصل في الدول الأوروبية. مشروع تأسيس الأندية الوطنية على هيئة شركات تجارية يتوافق مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في اتجاه المملكة نحو صناعة الرياضة، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية. كل الأندية وكل الرياضيين البحرينيين ممن يسعون للاحتراف الداخلي ينتظرون هذا الحلم لتكون فرصتهم للتطور والاستقرار، هو أحد مكاسب مشروع سمو الشيخ ناصر بن حمد. كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العقيد محمد النعيمي في حوار خاص مع صحيفة الوطن، كشف عن ضبط نحو 175 كيلوغراما من المواد المخدرة، فيما تم ضبط نحو 140 ألف حبة مخدرة خلال عام 2019 وبداية الربع الأول من عام 2020. كثيرة هي قصص النجاح المبهرة التي تتطلب الوقوف أمامها كثيراً للإشادة والاستفادة، حيث نشر صحيفة أخبار الخليج أن الطالبتين خديجة الوافي وهي سامي حققتا الامتياز والتفوق في نتائج نهاية العام الدراسي بالرغم من الظروف الصحية لهما، حيث وجدتا الدعم والعناية والتأهيل العلمي ضمن برنامج دمج ذوي اضطرابات التوحد في المدارس الحكومية. النظام الإيراني مجرد عصابة من القتل، عنوان مقال للكاتب أسامة الماجد، فإلى هذا المقال. التقرير الذي نشرته وكالة أنباء البحرين عن الإرهاب الإيراني ما هو إلا سلسلة من حلقات العدوان والتآمر لهذا النظام الذي يتصرف كالعصابات تماماً. فالنتائج المستخلصة والمعلومات الواردة في التقرير تبين خبث هذا النظام وممارساته الإرهابية،
أكثر من 40 قناة فضائية مملوكة أو ممولة، والعديد من المواقع الإلكترونية والحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، دورها الهدام في بث سموم الفتن والكراهية الدينية والعنصرية وترويج الخطابات العدوانية والاستفزازية للتحريض على الفوضى والتوتر والانقسام في مملكة البحرين. ولكن تكاتف الشعب البحريني وحكمة القيادة ويقظة رجال الأمن حققت نتائج تدميرية هائلة لمخططات النظام الإيراني الإرهابي وتفكي كل الخلايا الإرهابية مهما تنوعت مضامينها وأشكالها ومعاييرها. نحن قادرون على خلخلة البناء الإرهابي كلما شرعوا في تنفيذه وتطويره. على مر التاريخ لم نشهد نظاما دون وازع من خلق أو شرف أو ضمير مثل النظام الإيراني، مجرد عصابة من القتلة تسلطت على المجتمع الإيراني واستباحت كل شيء. هذا وأقامت مدرسة لشويفات الدولية حفل تخريج الدفعة 11 من طلبتها. إليكم مشاهدينا بعضا من صور هذا الحفل. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.